سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. علي لطفي بيتمسك بالمشاركة أمام نادي الزمالك في مباراة القمة يوم الجمعة المقبل بعدما تناثرت الأقوال الأخبار بجاهزية محمد الشناوي التام من حيث الشفاء من الإصابة في العضلة الخلفية اللي بعدته عن المباريات خلال الأسبوع الماضي، وبالتالي مستر موسيماني حط في اعتباره ان الشناوي وليلة بين قوسين يقدر يلعب مباراة القمة القادمة. علي لطفي افصح وقال هو اللي موجود، هو اللي بيلعب، هو اللي راكب، هو الاحق ان هو يبقى موجود، ويمكن ديت كانت وجهة نظرنا الفنية. تمام. ويمكن الكثير والكثير من جمهور النادي الاهلي اتفقوا معايا، وبيني وبينكم القصة مش جمهور النادي الاهلي بس، لا ده معظم الجمهور اللي بيتكلم صح في كورة بس مش في اي حاجة تانية، بغض النظر يعني ما بيحكموش بعواطفه. تمام. كابتن محمود الخطيب بيطلب فتح تحقيق بناء على رغبة مستر موسيماني في موضوع كهربا. طبعا كلكم تابعتم موضوع امبارح واللي حصل في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، والقصة اتقلبت ومبهدلة الدنيا على السوشيال ميديا، وكهربا طلع ونفى علشان يعالج الموضوع، وسيد عبد الحفيظ تدخل في النص علشان الأمور يعني تقف عند الحد دوت، بعدما أصبح هناك اتهامات علنية من المدير الفني لأحد لاعبيه بتسريب الأخبار وتسريب الجلسات ما بينه وما بينه للإعلام. وطبعا وديت وإن ثبتت، وأنا أعتقد إن هي صعبة جدا في إثباتها، إلا إذا كان الصحفي ده في حالة، يعني ده برضو في حالة إن الصحفي مسجل لكهربا التصريح بتاعه على التليفون وخد التسجيل ده وتسمعه لحد من مسؤولين النادي الأهلي. خلي بالكم يعني في الحالة دي بس الأمور هتبقى يعني صعبة جدا بالنسبة لكهربا الفترة القادمة. إنما واضح جدا أن هناك يعني عدم صفاء في العلاقة ما بين مستر موسيماني وما بين كهربا على مستوى التعامل وعلى مستوى التفكير وعلى مستوى القناعات وعلى مستوى حاجات كتير. يكفي ان انا اقول لحضراتكم ان يعني المفروض يعني ان اول لقاءين في الدوري بعد ما الاهلي كان فايز في افريقيا بالثلاثه او ثلاث اهداف، كهربا حاطط هدف وعامل اسيست في هدفين محترمين جدا، وعامل ماتشات كويسه جدا 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 في الماتشين ثلاثه اللي ابتداهم مع مستر موسيماني، كان لازم يكمل، كان لازم ياخد. انما طبعا زي ما انا بقول لحضرتك كده، الواحد يعني شايف بشكل كبير ان مفيش العلاقه الايه الصافيه الجيده الطيبه ما بين موسيماني و كهربا. فكابتن محمود الخطيب هيطلب فتح تحقيق عاجل بناء على طلب موسيماني علشان يشوفوا اذا كانت الواقعه هتثبت على محمود عبد المنعم كهربا ولا لا. مستر موسيماني عاوز يستبعد كهربا تماما من حساباته وتماما من صفوف النادي الاهلي خلال المرحله القادمه لغايه ما يتم التحقق من انه اذا كان مدان من عدمه، وده في حد ذاته غلط برضه. طامي يعني كون ان يبقى فيه اتهام كده، خلاص بقى اي صحفي يطلع يتهم اي لعيب، اي حد يطلع يتهم اي لعيب، اي حد على مواقع التواصل الاجتماعي يطلع يتهم اي لعيب، هتستبعد ده وده وده، يبقى انت هتستبعد الفرقه كلها.
ف وجهة نظري ان ده قرار انفعالي جدا من موسيماني، مبالغ فيه كمان من موسيماني، وكان لا يجب باي شكل من الاشكال انه حتى لو شك في حاجه زي كده نتيجه سؤال من صحفي في مؤتمر صحفي انه يثير الجدل حوالين لاعب عنده بالمنظر ده على الهوا. كان ممكن جدا يحفظ الصحفي ياخده بعدين يطلب من سيد عبد الحفيظ من الراجل المترجم من المنظومة الإعلامية يجيبوه يقعد يتكلم معاه في أوضة منفصلة لوحديهم يستفسر منه، أو حد تاني من المنظومة الإعلامية في النادي الأهلي أو حتى من الجهاز الإداري يتواصل مع الراجل المحترم اللي قال الكلام دوت ويفهم منه إذا كان الكلام دوت يعني صح من عدمه. يعني أنا شايف إن مستر موسيماني بصراحة يعني بصراحة مزودها ومزودها يعني حبتين ثلاثة مع كهربا بالتحديد. محمد ابو العلا طبيب منتخب مصر الاول بيتواصل مع محمد الشناوي الجهاز الطبي في النادي الاهلي عشان يقف على مدى حاله الشناوي وعلى مدى جاهزيته وعلى مدى شفائه من الاصابه من عدمها وعدم ومدى جاهزيته للانضمام لمنتخب مصر لمواجهتي انجولا والجابون، اللي يكفي منتخب مصر الفوز في احدى اللقاءين علشان يتاهل رسميا للدور اللي بعد كده في تصفيات كاس العالم. توابع المؤتمر الصحفي امبارح بتاع مستر موسيماني، جلسه صباحيه النهارده مع اللعيبه جوه الملعب، ووصل التعنيف وصل تبريق اللي هي دي، ووصل تدخين صوت، اللي كل دوت يندرج تحت بند ايه؟ تحذيرات وشديده اللهجه لاي لاعب تسول له نفسه ان هو ممكن يطلع اخبار اوضه اللبس لبعض الايه الصحفيين. وعلى فكره الموضوع دوت يعني ما هوش من المواضيع المتعارف عليها في النادي الاهلي ان هي بتتعمل بسهوله يعني. فانا بقول لكم موسيماني متنشن قوي، متعصب قوي، اوفر رياكت في حاجات كتير جدا، وواضح ان الضغوط الجماهيريه عليه توصله، واضح جدا ان عدم قناعات عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي وزعلهم من اداء النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت وخروجهم من بعض البطولات المهمه جدا بالنسبه لهم زي الابن البكر للاهلي اللي هو بطوله الدوري العام اللي ما بيقدرش يستغنى عنها في اي سنه من السنين.